خويا الدار هبطات بسبب البناء اللي كانوا كيبنيو الناس. انا كنت لداخل في الدار اللي حداها. احكي لي كيفاش فين كنتي وكيفاش طاحت؟ كنت في الدار الفوق في الدو كنت في الدوزيام هبط باش نطلق الماء حتى الدار هبطات. انا تخبيت دخلت للدروج لقيت اللي بغيت نطلع نقز للسطح الاخر بانت لي واحد المراه ناعسه في السطح هبطت من الفوق هي اللي خرجناها من ديك الثقبه اللي كاينه في الدار وهذا الشيء اللي ما كاين. هذا انا طحت عليا واحد الحجره تضربت في المراود ديالي تضربت هنا في مراودي. جيتي للسبيطار؟ داوني رجال الامن داوني داروا داروا لي اسعاف الحمد لله بخير. انت السكينه؟ لا انا بلومبي. انا بلومبي جيت نركب لدوك الناس كنركب لهم في واحد تشوفوا. شنو السبب تاع طاحت؟ هو السبب البناء ديال الدار الاخرى باغيين يصاوبوا لها لاكاب. باركين كيحفروا في لاكاب. الديور راشين وما باغيين يركبوا لاكاب راه حشومه عليهم. شوف شكون اللي عطاهم الدكتوريزاسيون باش يحفروا دوك لاكاب. والحمد لله رضات الوالدين الحمد لله اخويا. الناس اللي كانوا في السفلي يلاه جبدوا واحد. وباقي عندهم دراري صغار. واش اسمع راه قال لك مات واحد. هذا وزير الداخليه تا نقول لك انا كنت في لومبيل انا مشيت للسبيطار ما علمش عليهم اخويا اللي مات. لا انا مشيت للسبيطار انا جيت دابا يلاه طلقونا من السبيطار جينا لقينا بان الله يسلمك اخويا.